بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نقول لآل خليفة ولآل سعود ولأمريكا وإسرائيل بأن المجازر التي تفعلونها بعلماءنا لن تبعدنا عن مذهبنا، بل بالعكس نحن ثابتين على المذهب وسنبقى على المذهب. ومن يظن بأن مذهب أهل البيت سوف يمتحي بهذه التصرفات، هيهات له أن يصل إلى مبتغاه. سلام الله عليهم، أهل البيت بقوا من بداية الإسلام إلى يومنا هذا ولن يمتحون، وستبقى راية الإسلام المحمدي الأصيل بمحمد وآل محمد وعلماء الشيعة باقية إلى يوم القيامة. ونقول لآل خليفة اتبعوا آل سعود، فإن سقوطكم عما قريب بإذن الله تعالى.